بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن احلال الارانب. طبعا يا حبايب الارنب دول الذكور بتوع الارانب، دول بنحطهم في مكان لوحدهم، ما بنحطهمش مع الارانب، بنحطهم في حتة مستقلة لوحدهم، ولازم العين بتاعتهم بتبقى كبيرة، العين بتاعت البطارية. بصوا، لان هو بسم الله ما شاء الله الارنب حلو، حجمه حلو ونوع حلو، فدول الشبابات بتوع الاحلال. احنا بنطلع الكبار. طبعا احنا كنا موقفين الانتاج بتاع الارانب، كنا بنربي بس اللي هو النشء اللي طالع، وكنا بنختار منه يعني ايه احلى 4 ارانب ذكور وبناخدهم. يعني احنا طلعنا الذكور الاوان، طلعناهم بعناهم، ودول بقى الشبابات اللي هم ايه، يعني كل دورة بنشيل القديم وبنحط الجديد. بصوا، وبرضو بيبقى في شبابات زيادة عندنا بنطلعهم، طلعنا الشبابات وطلعنا الاناث برضو، بس الاناث بصراحة مش بنفرط فيهم، لان احنا مش بنبيع الاناث، احنا الاناث عندنا بنستثمرهم، بنستغلهم في الانتاج، يا اما احنا بنخلوهم للبيت، يعني الاناث بنخلوهم للبيت، لكن الذكور اللي احنا بنبيعهم. وبعدين احنا بنفصل الاناث عن الذكور علشان احنا بنبقى عارفين، لان ممكن احنا نذبح انثى وتكون فيها ايه، ويكون فيها جنين، فده حرام، يعني ما ينفعش ناكل يعني ايه ارنبه وفيها جنين، لا بناكلها ولا بنبيعها. فاحنا برضو تعالوا معايا اوريكم، هنا الاناث اهو، الاناث فاصلينهم عن الذكور، شوفوا لوحدهم هما، بنخلي الانثى لوحدها، وكل انثى هي في عين برضو، بس العين بتاعتها بتبقى صغيره عن العين بتاعه الذكور اهو. ده الانتاج برضو اللي احنا هنختار منه برضو كام انثى اهم، دول برضو عدد مش كبير، ده عدد قليل علشان هنختار منه. ده برضو عاجبني، برضو ممكن ان شاء الله اخده. ايه ده برضو ذكر، عايزه ما خليهوش، يعني ما بيعهوش وما ذبحوش، هو لان نوعه حلو وما شاء الله صحته حلوه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وانتوا عارفين ان الارانب ما فيش حد بيشوفهم، بس انتوا علشان غاليين عليا ما اقدرش امنع حاجه عنكم، انتوا اخوات وتتمنوا لي الخير وحبايبي وتتمنوا لي الخير. طبعا ما حدش هيقول ده عندها كذا ولا عندها ارانب ولا كلام من دون، انتوا طبعا بتحبوا لي الخير زي ما انا بحب لكم الخير. الارانب دول الاناث فيهم اناث وذكور، بس دول شبابات صغيرين، يعني سنهم صغير، دول ممكن يتباعهم، بس انا برضو مش عايزه ابيعهم، انا بعت اللي انا عايزه ابيعه، لكن دول مخلياهم علشان اشتغل عليهم، يعني دول هيشتغلون ان شاء الله في الموسم الجديد، الاناث دول والذكور اللي انا وريته لكم دول هيشتغلوا لي الموسم الجديد باذن الله. ادعوا لي بقى ربنا يبارك فيهم، لان الارانب دايما بيبقى نجمهم خفيف. اللهم لا خير الا خيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. احنا ما بنتشائمش من حاجه، لكن برضو ايه العين حق، واحنا برضو ايه بناخد بالاسباب، لكن برضو اقسم بالله ما بخبى عنكم حاجه، لان انتم زيي ومني، وانتم اللي بتشجعوني، واي حاجه انا بعملها علشانكم، علشان تتشجعهم وتسيبهم. واقسم بالله كل دول من واحده بس اللي فايده، فاكرين لو نزلتم تحت هتتلاقوا في الفيديوهات القديمه، هتتلاقوا كانت الحظيره دي كانت قبل كده اتحرقت، ولما اتحرقت ما فضلش منها غير واحده بس كانت مريضه، عالجناها وسبناها كده، قلنا يا اما تموت يا اما تعيش، بقى ربنا ايه يعوضنا فيهم. فالحمد لله رب العالمين، احنا منتظرينها تموت او تعيش، لقيناها ولدت، اتاريها كانت 10 واحنا مش عارفين، لان كان الارانب كلها ايامها بقى على بعضها والدنيا زيطه وما كانتش متقسمه كده. فالحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وطرح فيهم البركه، وربنا يكمل ايه فرحتنا على خير يا رب. تعالوا معايا يا حبيبي اوريكم الام اللي هي الجميله اللي انا استحاله اجي جنبها مهما عجزت ومهما كبرت، هي ام الخير بصراحه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي دي بقى ايه ست هانم ام الخير، اللي كانت ربنا انقذها من الحريق، وكانت مخنوقه، وكانت فيها ارانب صغيره في بطنها، كانت عشار
الحمد لله ولدت وولادها ولدهم والحمد لله رب العالمين، والحظيره الحمد لله، اصلا الاوضه كلها بسم الله ما شاء الله اتملت بفضل الله وبركه الله والحمد لله رب العالمين. الست دي انا بحبها جدا لان هي الاصيله اللي فضلت لي وشافت النار بعينيها، فانا هي بصراحه بتصعب عليا، بحبها علشان كده ربنا انقذها من النار. ربنا يكفينا شر النار يا رب ويبعد عنا النار وريحتها يا رب. وطبعا كل دول ولادها بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. دول الامهات، طبعا انا ما بفرطش في الامهات لان الام الحنينه لا تذبحيها ولا تفرطي فيها. في ام تطلع ما ترضعش، تطلع ما تنتفش ريشها، تطلع ما تاكل ولادها عيالها، لكن بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الامهات دي حنينة ما شاء الله، وربنا يبارك لنا فيهم يا رب، ودعواتكم ربنا يحفظهم. وده كان فيديو النهاردة برضو، انا قلت اديكم لفة كده في الحظيرة، نشوف حاجتنا وتشوف بركة دعائكم بعد ربنا سبحانه وتعالى. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في الشير واللايك، واللي مشتركش في القناة يشترك بعد اذنكم. انا بكبر بيكم وبكبر ليكم، وكل حاجة انا بعملها علشانكم. وطبعا ما ننساش يا حبايب ان احنا بنحط لهم في المية، انت مفروض تغلي ليمونة مغلية، تضربها في الخلاط كويس تبقى مية بقشرها، وتحط لهم كل سقاية، يعني مثلا نص ليمونة كده ولا حاجة، او ربع كوباية كده ولا حاجة دون عشان تتحصن بس، وعلشان ما يبقاش عندها برد، لان انت عارفين الارنب ما بيعرقش، في الارنب بيحبس عرق، لو الارنب حبس عرق بيبقى سخن نار، فممكن لا قدر الله بيموت وتتلاقوا في دم نزل من بقه. البتاع دي يعني الليمونه بتلطف وبتهدي من جواه كده، وبتخلي حتى بتنفس، حتى القشره بتاعتها تخلي عندك ده هو حسن هضم، يعني سهوله في الهضم، وبتلاقيه بتنفس حلو، لان هي فيها زيت طيار بينفع الارنب وبيمنع البرد. وحتى على فكره ممكن الارنب بيبرد في الصيف مش في الشتاء بس، يعني زي ما الانسان ممكن يعطس في الصيف ويبرد وياخد برد وما اعرفش ايه، الارنب زي البني ادم بالظبط، زي حتى مش زي البني ادم وبس، لا ده زي الاطفال ما بيبقاش عنده مناعه، فهو من اقل حاجه الارنب يعني. وبعدين الارنب كمان ما بيحبش حد يدخل عليه الا صاحبه، يعني انا داخله اصور وبخرج وما وكده، يعني هم عارفيني طبعا، باجي لهم كل فتره عارفيني، لكن مش زي صاحبهم، يعني صاحبهم ابني بيدخل لهم على طول، بتحس ان في الفه بينهم يعني. لكن انا بص مرخمين ونايمين، هو دون اللي جابر بخاطر وطلع ياكل وانا قاعده، لكن بصوا كلهم تتلاقوهم بصوا مش مانيش مش مهم عندهم، يعني الموضوع مش شدتهم. حاطط لهم الاكل بسم الله ما شاء الله، حاطط لهم العلف، حاطط لهم الميه، بنحط لهم فيها اللي هو ربع كوبايه ليمون، يعني هو اصلا البتاع بتبقى على كوبايتين مثلا، الليمونه بتسلع على كوبايتين وتطحن مثلا بكوبايه كمان، فكل سقايه تحط عليها شويه شويه شويه، حاجه بسيطه ما تكتريش علشان كتر الحاجه ما بتبقاش حلوه. برضو بحط لهم بعد فترات مش بكتر، برضو ممكن بتجيبي جردل كبير وبتحط فيه مثلا معلقه اكل مساحه كده من الكركم، بتدوبي فيه برضو مع الليمون المسلوق دون والمضروب في الخلاط، وبتوزعي عليهم الميه كلها، بتوزعي في المساء، وبعد كده بتكملي على المساء ميه نظيفه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا عاجبني الارنب البني ده، انا مش عارفه ليه يعني، هو نوع حلو وحجمه حلو ما شاء الله، حاسه بيه يعني، حاسه ان هو ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه. فيديو الارانب يا رب يكون عجبكم يا رب، واتمنى يكون نال رضاكم، وتكونوا مثلا طلعتم بمعلومه صغيره ان هي برضو ما تحررش الارنب، لازم تهوله ولازم الارض تكون مكنوسه، يعني احنا بصوا الارض على سهوه اهي، انا على فجاه انا كنت اقفل الفيديو بس هوريكم الارض، بصوا مكنوسه من اللي فيها، اللي طبعا هم بيسقطوا على الارض بيبقوا نايمين على السلك اهو،
اي فضلات او بول او كده بينزل على الارض. طبعا الارض بتتغسل بميه بالمقشه كده، بالميه بالفينيك مره، ومرات كتير بنعملها باليود، فينيك او يود. هو دو بسم الله ما شاء الله اللي بيطهر الارض وبينقيها. حتى بنبقى عندنا بخاخ، البخاخ بنرش على السلاجات نفسها، وقبل ما بنمشي برضو بنجيب ميه نضيفه على بخاخه، وبنكون ايه رشين الارانب ورشين الاوضه نفسها. ماشي يا حبايب، يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايب، وشكرا ليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.